لمناقشة التطورات في النيجر وسط استمرار الانقلاب العسكري انضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. سيادة العقيد مرحبا بكم. يعني الغريب أن دول الإكواس كانت متحمسة للتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر ولكنها تراجعت. الحديث الآن أنه هذا التدخل العسكري قد يستغرق 6 أشهر، ما مبررات هذا التراجع سيادة العقيد؟ مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. حياك الله. بالطبع النيجر دولة مهمة في وسط إفريقيا، مساحتها 1,300,000 كيلومتر مربع، تحوي على موارد هائلة جدا تستغلها فرنسا، الدولة التي كانت تستعمر هذه المنطقة والغرب. ولكن أضيفت اليوم النيجر إلى دائرة الصراع الدولي أو ساحة جديدة للتنافس ما بين الروس وفرنسا والغرب والناتو من وراء الجميع. لذلك كان هذا الانقلاب الذي حدث في نيجيريا هو من أجل حمل شعار تطهير النيجر من فرنسا ومن المستعمرين وغير ذلك. لذلك أصبحت هناك منطقة اصطفاف اليوم، هناك بعض الدول التي تشبه الانقلاب العسكري التي قامت بانقلاب العسكري، وخاصة مالي وبوركينا فاسو، وانضمت إليها غينيا بالإضافة إلى النيجر. أما دول الإكواس الغربية غرب أفريقيا والتي كانت متحمسة بشكل كبير من أجل شن حرب ضد المجلس العسكري أو ضد النيجر الجديدة الانقلابية، يعني بردت هذه الهمة بعد ظهور العوائق الكثيرة، وخاصة التهديد الروسي ووصول واغنر إلى مالي ومن والي من مالي إلى النيجر، بالإضافة إلى أن الهجوم العسكري ليس هو نزهة، خاصة في ظل بروز أن تكون هناك يعني كارثة إقليمية أو حرب إقليمية دول الإكواس بمواجهة الدول الأخرى التي تدعم انقلاب النيجر. لذلك تم التباطؤ في العمل العسكري وفتح الباب أمام الحل الدبلوماسي الذي تبنته دول الإكواس وتأجيل ما تم الإعلان عنه سابقا، العملية العسكرية، إلى وقت آخر. أما بالنسبة لتجهيز هذه القوات لمدة 6 أشهر فهو أمر ربما يكون طبيعيا من حيث تجهيز القوات وتدريبها على اقتحام دولة مساحتها كبيرة والوصول إلى العاصمة والسيطرة على العاصمة وطرد المجلس العسكري وبالتالي تنصيب الرئيس الشرعي الذي هو وعائلته اليوم في السجن، ويتم يعني التهديد بقتلهم إذا قامت دول الإكواس بالهجوم البري أو الجوي أو غير ذلك على هذه المنطقة. لذلك أتوقع بأن الأمور ليست هي سهلة بل هي صعبة، وخاصة إذا تبنت بعض الدول بأن مجلس الإكواس يحتاج إلى يعني إلى قرار من مجلس الأمن، وهذا القرار سيصطدم ربما بفيتو روسي أو بفيتو صيني أو بعدم الحصول على 9 أصوات من 15 صوت من أجل شن المعركة. وبالتالي لم يبقى أمام دول الإكواس وبعض الدول المتطالبة بتغيير الوضع في النيجر من الانقلابي إلى الديمقراطي سوى المفاوضة مع المجلس العسكري وبالتالي خلق الظروف الملائمة من أجل الانتقال من الانقلابية إلى الحالة السلمية والديمقراطية، ربما ببعض الوقت مع بعض الضمانات التي ربما يحصل عليها المتفاوضون مع النيجر. سيادة العقيد، يعني من منظوركم العسكري، ما مدى قدرة المجموعة الانقلابية في النيجر على الصمود في حال طبعا القيام بعمل عسكري؟ يعني المجموعة العسكرية والتي هي مستولية على الجيش وربما تكون مدعومة من بعض الدول التي ذكرناها وواغنر وروسيا اليوم التي يعني تريد أن تستغل القارة الإفريقية لصالحها. لذلك رأينا بأن بوتين الذي جمع في سان بطرسبورغ المجموعة الإفريقية ووعدهم بمساعدات مالية وعسكرية وكذلك توزيع الأقماح عليهم بشكل مجاني من أجل الدخول في هذه المنطقة من أجل التعويض على الخسائر الفادحة التي منيت بها روسيا من
الحصار الاقتصادي نتيجة الحرب في روسيا وأوكرانيا. لذلك أن هذه المجموعة تتوقف قدرتها على الدفاع عن النيجر في مدى القوة والدعم وما هو مدى جدية الأطراف الأخرى في اقتلاع هذا النظام الانقلابي. هل ستقوم فرنسا والولايات المتحدة والدول كلها بزج قوات قادرة على الوصول إلى نيامي وطرد المجموعة العسكرية، أم ستكون عبارة عن عملية بروتوكولية بعد أن رأينا أن أحد الدول وهي نيجيريا المتحمسة جهزت 850 مقاتل من أجل السيطرة على هذه المنطقة؟ فإذا الوضع العسكري بحاجة إلى دراسة معمقة، وهم ما يقولون بأنها تحتاج إلى 6 أشهر للنضوج، وأتوقع عندما يصلون إلى 6 أشهر لن تكون هناك عملية عسكرية. سيادة العقيد، ولكن لماذا هذا التراجع بالدور الأمريكي لصالح إكواس؟ هل تعتقد أن الولايات المتحدة أو أن إدارتها للأزمة ترتقي لخطورة الوضع الراهن في نيامي؟ الولايات المتحدة للأسف الشديد يعني دائما تنسحب لصالح أطراف أخرى، وكما رأينا في سوريا، يعني عندما تبنت الولايات المتحدة دعم المعارضة السورية، ودائما نعرج على الساحة السورية لتكون يعني عبارة عن مؤشر للخيبة الأمريكية وخيبة الشعب في سوريا من السياسة الأمريكية في المنطقة. لذلك الولايات المتحدة حتى الآن لم تعلن بأنها قادرة أو ستتدخل في النيجر لصالح الديمقراطية في هذه المنطقة، علما بأن ترى الولايات المتحدة بأن من سيملأ الفراغ هو الروس وربما الصين وربما بعض الأطراف. لذلك الولايات المتحدة حتى الآن لم تظهر دعمها لأي عمل عسكري، وخاصة الخاسر الأكبر في النيجر هي فرنسا التي هي من المفترض أن تكون حليفة للولايات المتحدة، وخاصة هي العضو الأساس في حلف الناتو كذلك، يعني في حلف أو الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة. فمن المفروض أن تقوم الولايات المتحدة بدعم فرنسا ودعم دول الإكواس من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم الرئيس الشرعي لأوكرانيا، ولكن حتى الآن الولايات المتحدة تترك الساحة وتختلي، ربما يكون لها أبواب خلفية في التعاطي في هذه المسألة. ولكن سيادة العقيد، يعني هناك يعني تحذير واضح وصريح من قبل روسيا، حيث يعني جاء في تصريح لها بأنها تحذر من أي تدخل عسكري في النيجر. هل تعتقد أن موسكو قادرة بالفعل على منع أي تدخل عسكري مرتقب في البلد الإفريقي؟ روسيا لا تستطيع منع أمريكا والناتو أو دول الإكواس المحيطة في هذه المنطقة، وخاصة بأن مجلس السلم والأمن الإفريقي يقول بأن مجلس الأمن ليس له الصلاحية في هذا الشأن، ولكن يتبقى هذا الوضع على نضوج الفكرة الأساسية والدعم الأمريكي القوي لهذه الدول من أجل الإطاحة في المجلس الانقلابي ومنع روسيا وخاصة مجموعات فاغنر المتواجدة في تلك المنطقة. ولكن إذا تم اللجوء أو الولايات المتحدة اختارت خيار العودة إلى مجلس الأمن، فإن الفيتو الروسي سيكون أمام هؤلاء الدول الطامحة في بقاء هذه الدولة دولة ديمقراطية وتنتخب الرئيس بدلا عن المجلس العسكري الانقلابي الجديد. عبر سكاي من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لكم.